للحديث عن السلفية وأبرز القواعد المنهجية إن صح التعبير في تأصيلها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم، في الحقيقة هذا سؤال مهم، لأن السلفية الآن نظرة كثير من الناس عنها ضبابية، ولهذا أسباب ربما تتعلق ببعض المنتسبين إليها. فالسلفية أولا هي وصف تاريخي يعني توجه أهل السنة والجماعة اللي هو الفرقة الناجية، فهو وصف تاريخي يقصد به اتباع السلف الصالح، أخذت من المعنى اللغوي. السلف هو من سبق، ومن سبق من أخيار الأمة يسمون السلف الصالح، فالمنهجهم سمي بمنهج السلف، ومن ينتمي إليه يسمى سلفي. لكن في الحقيقة يجب أن نعرف أنه الأصل في تسمية الفرقة التي بقيت على السنة خلاف فرق المسلمين الأخرى التي هي بقيت على أصل الإسلام لكن خرجت عن السنة، وهذا ما ينبغي التنبه له، أنه ليس كل من فارق من فرق المسلمين فارق السنة والجماعة خرج من الإسلام. أمة الإسلام تشمل الذين بقوا على منهج النبوة والذين خرجوا في بعض الأصول، لأنه لا يوصف بالافتراق عن السنة والسلفية إلا من خرج في أصل أو أكثر. الخروج في الاجتهاديات لا يخرج من السلفية، هذا شيء. الشيء الآخر، بناء على ذلك سموا السلف الصالح تمييزا لهم عن السلف الذين هم ليسوا بصالحين، بمعنى الذين ابتدعوا أو وقعت منهم أهواء. هذا أمر. الأمر الآخر، الوصف الحقيقي أو الاسم الحقيقي للسلف هو السنة والجماعة أو أهل السنة والجماعة، بناء على أن هذا توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني وردت به النصوص، وذلك في أحاديث صحاح كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قال في أحاديث أخرى وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. تركبت وصية النبي صلى الله عليه وسلم من مفردتين، الأمر بالسنة والأمر بالجماعة. إذن الذين امتثلوا هذا بمنهج يسمون أهل السنة والجماعة. فالسلفية إذن وصف وليست اسم، هذا شيء. الشيء الآخر في الحقيقة أنه السنة والجماعة وما سمي بالسلفية في العصور الحديثة هو منهج شامل يمثل الدين، هو الإيمان، هو الإسلام وثوابته، وليس يعني مذهب عالم أو فئة أو حزب أو جماعة أو تكتل. ولذلك السلف لهم مقولة مشهورة، يقولون من انتمى أو من انتسب لغير الإسلام والسنة فليلحق بأي شيء إن شاء، يعني بمعنى حتى مجرد الانتماء لغير السنة والجماعة هذا من البدع في الدين، القصد في الدين، هو ليس انتماء الذي يتعلق بمصالح الناس أو مؤسساتهم أو نحو ذلك، هذا شيء آخر عليه خلاف. إذن من الأشياء التي هنا يجب أن ننبه عليها إنه السلفية الحقة ليست حزب ولا انتماء لعالم معين ولا جماعة ولا غير ذلك، ثم إنه وسيلة تحقيق ذلك هو يعني أو الكشف عن ذلك، وأنا أنصح الباحثين وطلاب العلم والباحثين عن الحق وما أكثرهم من المسلمين أن يتحرروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والمنهج والعمل والسلوك. المنهاج العام للنبي صلى الله عليه وسلم يضعه نقاط، ثم بتجرد ليطبقوه في العالم الإسلامي. من الذي تتوافر فيه أكثر النقاط؟ الكمال لله، لا يمكن أن يتوفر في أحد. إذن السنة تمثل المنهج وليس الأشخاص. وعلى هذا فإني أنبه على قاعدة مهمة قد أحتاج أشير إليها في مستقبل الحديث، هو أنه قد ينتسب للسلفية وأهل السنة والجماعة من يخالف المنهج، كما أنه في أي دين وأي مبدأ في العالم وأي دستور وأي نظام وأي أمة من يخرج عن أصولها وهو منها، أليس كذلك؟ فكذلك نحن نقول ما أكثر الذين يخرجون عن أصول السلفية الآن ويدعونها، لكن المرجع هو العلماء الكبار والمنهج، لأنه أكثر اللبس الذي حدث على الناس الآن في تشويشهم أو التشويش اللي صار نحو السلفية هو من بعض المنتسبين إليها الذين تجاوزوا أشياء كثيرة ووقعوا في أخطاء كبيرة، أول من يتبرأ منها علماء السلفية علماء السنة والجماعة. ثم إذن المرجع هم العلماء الكبار الذين يمثلون، وهذه قاعدة مهمة جدا، يمثلون بجملتهم المرجع ليس بأفرادهم، لأن العالم قد يزل، العالم يخطئ،
لكن مجموع العلماء هم الذين جعل الله لهم العصمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع أمتي على ضلالة. النقطة الأخيرة في هذا أن كثير من الممارسات المعاصرة في الحقيقة يجب تجليتها عند المختصين، وأنا أحملهم مسؤولية. الممارسات المعاصرة لبعض من يدعون السلفية التي شوشت على الناس يجب كشفها وبيان الحق فيها بأكثر من ذلك. ثم أهل السنة في جميع العصور الذين يمثلون السلفية بمفهومها المعاصر من القرون الثلاثة الفاضلة يجتمعون على المنهج الواحد على الأئمة الأربعة غالبا. من هم الأئمة الأربعة؟ هم أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، إلا القليل من علماء كان لهم اجتهاد مستقل كابن حزم وبعض أئمة الحديث المعاصرين. هؤلاء الأئمة هم الحقيقة الذين يشكلون رموز السلفية في القرن الثالث في نهاية القرون الثلاثة الفاضلة، وهم الذين أيضا اجتمعوا على العقيدة وإن اختلفوا الاجتهاديات، فاختلافهم رحمة.